تقريرها النهائي بشأن الانتخابات البرلمانية. الجامعة العربية توصي بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات في مصر. الثقة بما في ذلك الإفراج عن السجناء والمعتقلين والمحتجزين قصرا والإسراء جميعا دون استثناء. ثانيا، إنشاء لجنة الاتصال والتهدئة تتألف من مستشارين عسكريين من كلا الجانبين وتشرف عليها الأمم المتحدة. وفي جنيف أيضا، وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي قال إنه تم تمديد توقف إطلاق النار في البلاد لمدة أسبوع. نحن عملنا على تسجيل وقف إطلاق النار. أنا أعلن هذا باسم الرئيس هادي والحكومة الشرعية، حكومة الجمهورية اليمنية، بأننا أبلغنا الأمم المتحدة وأبلغنا قوات التحالف بوقف إطلاق النار وتمديده، وأنه قابل أيضا للتمديد إذا جرى التقدم والتزامهم بشروط وقف إطلاق النار. تمديد جديد للهدنة أعلنته الحكومة اليمنية، إلى أن رد المتمردين أتى سريعا بعد ساعات قليلة بقصف منطقة الأقروب بتعز بصواريخ الكاتيوشا. وتحت وقع الاشتباكات مع القوات الشرعية في عدد من المحافظات، انسحبت ميليشيات الحوثي وصالح من مناطق في محافظة شبوة شرقي اليمن. إذن مباحثات انتهت دون التوصل إلى تسوية لحل الأزمة، لكن الأوضاع على الأرض ما زالت ساخنة. محمد تيم، النهار اليوم. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله إسماعيل، المحلل السياسي اليمني. أستاذ عبد الله، هذه المباحثات انتهت دون نتيجة معينة، هل من المتوقع للمحادثات القادمة في الشهر المقبل أن تنتهي مثل هذه النهاية، أم ربما يكون هناك تطور؟ إذا تم الذهاب إلى المشاورات بنفس الآلية التي تم الذهاب بها إلى سويسرا، أي دون تسوية الملعب بشكل حقيقي وصحيح، وجدية الأمم المتحدة في تثبيت وإرغام أو الضغط على جميع الأطراف لتنفيذ القرار الأمم 22-16، فأعتقد أن مصير أي مفاوضات أو مشاورات قادمة ستكون كما هي، كما حدثت هنا في سويسرا. يعني الجميع توقفوا عند البند الأول، وهو إجراءات بناء الثقة التي لم تصل إلى أي نتيجة نظرا لتعنت الحوثيين وصالح في مواقفهم. نعم، أساليب الضغط من قبل الأمم المتحدة ما هي؟ الأمم المتحدة تمتلك قرارا أمميا مجمعا عليه عالميا، وبالتالي لديها آلياتها للضغط على الأطراف، وعلى الأقل أن تكون واضحة وشفافة في الإعلان عن من يعرقل تنفيذ القرار أمم 22-16، وأيضا القرار لديه وسائله، هو يعني صادر تحت البند السابع ويحدد عقوبات على معرقلية التسوية في اليمن. عليه على الأمم المتحدة أن تتصرف على هذا الأساس، على أن لديها آلية دولية وقرارا دوليا يجب أن يحترم، وبالتالي أن تكون الأمور واضحة، يعني وأن تشار بالإصبع إلى من يعرقل تنفيذ هذا القرار، ولا يكون هنالك مجاملات. القضية الناس هناك تقتل والشعب يدمر، ولا يجب أن يكون هنالك يعني مساومات في هذا الأمر. نحن للأسف الشديد نعلم رخاوة أداء الأمم المتحدة في كثير من القضايا العربية. نعم، طيب عندما نتحدث عن الناس التي تقتل وأهمية وصول المساعدات إلى الشعب اليمني، فهناك أيضا إعلان عن هدنة لمدة 7 أيام، هل تتوقع الصمود لهذه الهدنة أم كالمعتاد خروقات؟ نحن نتمنى ونتفائل أن تصمد هذه الهدنة، لكن لدينا تجارب كثيرة ومتعددة، وأصبحت أمرا يعني كأنه أمر غير قابل للنقاش، على أن الحوثيين وصالح لا يحتمرون أي هدنة. في خلال المشاورات أرسل الحوثي وصالح أكثر من 4 صواريخ بالستية إلى داخل العمق السعودي وإلى الداخل اليمني أيضا، وحاصر تعز ورفض تماما الحديث عن رفع الحصار عن تعز، بل والمساعدة الإنسانية تم مصادرتها وتم تخزينها في مخازن الحوثيين في بوابات مدينة تعز التي تعاني إنسانيا. نحن نتمنى أن يكون هنالك ضغوط دولية وإقليمية على الحوثيين وعلى صالح بالالتزام بالهدنة على الأقل في الجوانب الإنسانية، أما الجوانب العسكرية فالتقدم كبير للمقاومة والجيش الوطني. نعم، أستاذ عبد الله إسماعيل المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لك. ونتحول إلى الشأن العراقي، حيث تدور منذ الصباح حرب شوارع
بين الجيش العراقي ومسلحي داعش شرقي مدينة الرمادي في إطار حملة عسكرية لاستعادة كبرى مدن محافظة الأنبار غربي البلاد. وضمن العمليات العسكرية بالأنبار طالبت بغداد دعم من التحالف الدولي، لكن إحدى غارات التحالف أخطأت هدفها فقتلت 10 جنود عراقيين، وهم اعتذر عنه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. القوات العراقية من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى، والنتيجة حرب شوارع في مدينة الرمادي، حملة عسكرية لاستعادة كبرى مدن محافظة الأنبار. فتتقدم القوات العراقية في منطقة حصيبة الشرقية حيث دوي رصاص سمع، وأليات الجيش في الأحياء السكنية التي يتحصن بها مقاتلو داعش شوهدت. على المدنيين ساكني مدينة الرمادي مغادرة المكان، هكذا احتوت منشورات ألقتها طائرات الجيش العراقي على السكان مطالبة إياهم بمغادرة المدينة خلال 72 ساعة، لكن تقارير أفادت بمنع داعش للمدنيين من المغادرة، الأمر الذي ربما يعيق الهجوم على المدينة. الجيش العراقي عزم على تصعيد العمليات العسكرية التي تهدف إلى دحر المتشددين وتحرير المدينة التي سقطت في مايو الماضي بقبضة التنظيم. ففي نوفمبر قطعت القوات الحكومية آخر خط إمداد داعش إلى المدينة، تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي باستعادة المدينة، لكن الهجوم المضاد تأجل إلى أن أعادت القوات العراقية تنظيم صفوفها. الوجه الآخر لمحاربة داعش تؤمن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم غطاء جويا للقوات العراقية بعملياتها الرامية إلى دحره، لكن طائراته أوقعت في إحدى ضرباتها 10 قتلى في صفوف الجيش العراقي خلال خوضه معركة قبل أيام مع متشددي داعش. وسرعان ما أصدر المتحدث باسم التحالف اعتذارا عن الضربة الجوية الخاطئة. داعش بمقاتليه يعيثون في أرض العراق فسادا، لكن مع تزايد وتيرة استهدافهم من قبل الجيش العراقي أو عبر قوات التحالف لا تخفى معاناة أفراد التنظيم الإرهابي من العديد من المشاكل والانهيارات النفسية. تم استهداف أكثر من مقر ومضافات وأماكن لعقد اجتماعات قيادات مهمة للتنظيم الإرهابي، أدت تلك الضربات إلى قتل العشرات من قيادات هذا التنظيم، وأدت بظلالها إلى انكسار في الروح المعنوية. أنا أعتقد التقدم اللي صار بالأرض، التقدم بالإعلام، التقدم في كثير من القضايا، أصبحت الوضع النفسي لداعش فيه تأثيرات كبيرة، الخسائر المتلاحقة، فضلاً عن قضية مهمة، يعني الناس الموجودين تحت ظل سيطرة داعش في الموصل وفي الأنبار كشفوا عن حقيقة هذا التنظيم. حرب أسهمت في ظهور انشقاقات داخل صفوفه وهروب عدد من قياداته، أدت إلى قتل وتشريد وتنكيل بعضهم البعض. أي عبد العزيز، النهار اليوم. ولمعرفة المزيد عما يحدث في العراق اليوم نتحول الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن. سكني في الرمادي في غرب النهر وحررتها، فالقوات العراقية حررت معسكر الورار كذلك في الغرب، وتلك القوات العراقية كذلك حررت مركز عمليات الأنبار، فمعظم مناطق الرمادي تم تحريرها بالحقيقة. أن في المنطقة وسط المدينة كنا لا زال هناك قتال، ولأنه هذا القتال في أحياء مدنية سكنية فهذا قتال صعب، لأن هنالك سيارات ومنازل وسكان، فهذا شيء صعب. طعم نعم، بالتأكيد أن القوات العراقية أعلنت من جميع سكان الرمادي وطلبت منهم إذا كان عليهم يجب أن يتركوا الرمادي، لأنه سوف يكون قتال عنيف وسيشكل خطرا على المدنيين. فلدينا مخاوف على الأبرياء المدنيين، ونريد أن نحرر الرمادي ولا أن نؤذي المدنيين. ورأينا أن العمل اللي قام به الجيش العراقي عمل جيد بصورة مهنية، وكثير من المدنيين في الرمادي حاولوا أن يتركوا المدينة، وداعش حاولت في أحيان عديدة أن توقف المدنيين من مغادرتهم المدينة، ولكن القوات الأمنية العراقية أنقذتهم
وأتوا بهؤلاء الذين تم جرحهم من داعش اللي منعوهم من الخروج من المدينة وعالجوهم. فرأينا القوات الأمنية العراقية أنه يعملون بشرف كبير وبمهنية كبيرة من خلال مساعدتهم المدنيين في مغادرة الرمادي بصورة آمنة. ليس لدي وقت معين محدد لهذه العمليات، طبعا هذا يعود إلى جيش العراق القوات العراقية لكي تقرره. نأمل بأن كما قال الوزير العبيدي وزير الدفاع والقادة العسكريين الشيء سوف يتحقق كما قالوا. ما يتخلص ب في انسحاب القوات الأمريكية في 2011 تحت إطار اتفاقية، الاتفاقية سوف تبقى وتستمر، والإطار الأمني بين العراق وأمريكا، وهذا أمر دبلوماسي وليس أمر عسكري، فهذا طبعا يتوقف على الدبلوماسيين الجواب على هذا السؤال، ولكن هو هذا الاتفاق الإطاري مستمر فعاليته. وكما قلت مستمر في تنسيقنا مع الحكومة العراقية. أحمد عبد الكريم، قناة بلادي. You have mentioned that there have been 6,000 airstrike by the coalition in Iraq, and you have announced that you've been trying your best, you know, to dry out, you know, their financial resources of Daesh. Because, you know, the annual budget of Daesh reached, you know, more than $3 million. $3 billion. My question is what is the serious steps taken by the coalition, the Internal Coalition, to التصريح الصوتي من قبل روسيا؟ طبعا هذا كذب عار عن الصحة، فالروس دا يكذبون عليهم. ليس هنالك أي تسجيل صوتي. أنا أتكلم هذا الصباح تكلمت مع جنرال فارمولي اللي هو قائد التحالف الدولي هنا. الجنرال فاغلاند قال ليس هنالك أي تسجيل صوتي. الطائرات لا تتكلم مع القوات البرية، ليس لديهم نفس الراديوهات ولا الأجهزة اللاسلكية. فهذه رسائل دعائية أكاذيب يصدرها. He's saying between the pilots, communication radio between the pilots. هذا أكاذيب. الطيارين كانوا هنالك موجودين لمساندة القوات البرية العراقية ولمساعدة الجيش العراقي لقتل داعش، وهذا السبب الوحيد في وجودهم هناك. السبب الوحيد لوجودهم هناك. سعيد الطائي، correspondent from the Iraqiya channel. مشاهدينا الكرام، كان هذا جزء من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن. وللمزيد من المتابعة والتعليق ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ محمود الشناوي، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في العراق سابقا والصحفي المتخصص أيضا في الشأن العراقي. بداية أستاذ محمود، ستيف وارن ذكر خلال المؤتمر الصحفي أن القوات العراقية نبهت المواطنين بضرورة مغادرة الرمادي، لكن داعش هي التي منعت المواطنين من المغادرة. هل من الممكن أن يكون ذلك مبررا بعد ذلك لقوات التحالف الدولي عندما يقتل المزيد من المدنيين في هذه العملية؟ لا يعني ربما يكون هذا صحيحا، ولكن أنا يعني لا توجد لدينا بالتأكيد معلومات حقيقية عما يجري، عما إذا كان داعش بالفعل منعت الناس أم لا، ولكن أنا أميل إلى تصديق أن داعش بالفعل منعت المواطنين من المغادرة لأسباب عديدة جدا. أولا أنها حصرت بشكل كبير نتيجة تراجعها في محافظة الأنبار بشكل عام، وقطع المزيد من خطوط الإمداد عنها، وعدم قدرتها على مواجهة سواء التقدم البري الذي تنفذه قوات الحشد الشعبي وما يواليها من أبناء العشائر المضادة لداعش، أو القصف الجوي الذي يمكن أن ينال منها كثيرا من جانب قوات التحالف.
لذلك أنا أميل أن داعش بالفعل ربما منعت الناس من الخروج حتى يكونوا دروع بشرية يخففوا الضغط عن داعش حال المواجهة سواء البرية أو الجوية. نعم، طالما أن داعش حوصرت وبشكل قوي، وكما يعني ترى الصورة حضرتك شايف أن ربما فعلا داعش تكون منعت المواطنين من مغادرة الرمادي والأنبار، هل معنى ذلك أن بالفعل قد بدأ تحرير الرمادي هذه المرة، أم ربما يكون هناك تراجع مرة أخرى للقوات التي تقاتل داعش؟ لا أتصور ذلك، أنا أتصور أنه بالفعل بدأت عملية تحرير الرمادي. أنا منذ ما يقرب من شهر ونصف كتبت تقريرا على وكالة أنباء الشرق الأوسط عنوانه أن 10 شواهد تؤشر لقرب انتهاء داعش بالعراق، واستندت إلى معلومات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي تؤكد أنه بالفعل داعش باتت في مراحل النهايات في العراق تحديدا، ومنها محافظة الأنبار. وأنا من خلال تواصلي مع أصدقاء سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف أعلم أن هناك ترتيبات لمحاولة تخفيف العبء على هؤلاء المدنيين العالقين باعتماد بعض الخطط ما يسمى بالأهداف المتعددة أو التقدم التدريجي بدلا من خطة الهدف الواحد والاجتياح الشامل، وذلك لمنح العوائل التي تعلق في مناطق التماس فرصة للنجاة، وربما هذا ما يفسر التقدم البطيء في مركز محافظة الأنبار وهي الرمادي. لذلك أنا أتصور أن عملية تحرير الرمادي التي تسبق عملية تحرير الموصل وهي النهاية بالنسبة لداعش قد بدأت بالفعل. نعم، من ضمن أيضا ما ذكر خلال هذا المؤتمر الصحفي هو أن سيكون هناك تنسيق مع رئيس الوزراء العراقي. هذا التنسيق الهدف منه في البداية هو منع القتل الخطأ مثل ما حدث اليوم وقتل 10 جنود عراقيين؟ هذا جزء منه، والجزء الآخر هو مسألة ضرورة الجانبان مصران على ضرورة حسم معركة الرمادي قبل حلول العام الجديد، وبالتالي القيام بعمليات تقييم شاملة لتحديد الهدف القادم. لذلك مسألة التواصل مع السلطات العراقية هذا أمر دعته الضرورة، وهو ما جعل المتحدث العسكري باسم التحالف يؤكد أن داعش بدأ يخسر المعركة بالفعل. نعم، أستاذ محمود الشناوي مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في العراق سابقا وصحفي المتخصص في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لك. قال مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية والتابع لدار الإفتاء المصرية، قال إن تشكيل التحالف الإسلامي لمواجهة داعش يمثل ضربة قاسمة لكافة روايات وادعاءات التنظيم الدينية، وباستناده إلى نبوءات نهاية التاريخ ليبرهن على رواياته الكاذبة. المرصد أضاف في بيان أن داعش جاء بعد تسمية التحالف الدولي بالتحالف الصليبي لتصوير الأمر وكأنه حرب بين المسلمين وغير المسلمين، ومن ثم فإن تشكيل التحالف الإسلامي يكذب إدعاءات داعش. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه من غير الممكن بعد قراءة المعلومات من الصندوق الأسود للمقاتلة الروسية سوخوي 24 والتي أسقطها الطيران التركي على الحدود بين تركيا وسوريا. وأفادت الوزارة في مؤتمر صحفي بتلف 13 لوحة من لوحات ذاكرة الصندوق الأسود 16. وأضافت أيضا أن عملية تفريغ بيانات الصندوق الأسود جرت بمشاركة خبراء من الصين وبريطانيا والولايات المتحدة. تقول أنقرة إن طائرة انتهكت السيادة التركية وهمة فيه موسكو وتطالب باعتذار وتعويض. طالب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة من الأمين العام للمنظمة الدولية طالب بإدانة إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل مساء أمس، وردت إسرائيل على هذه الصواريخ بقصف مدفعي لمناطق جنوبي لبنان. يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء اليوم كلمة يتحدث فيها عن القيادي بالحزب سمير القنطار والذي أعلن الحزب عن مقتله في غارة إسرائيلية بالعاصمة السورية، ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها عن مقتل القنطار.
فقد 91 شخصا إثر انهيار أرضي هائل في تشينزن، وهي مدينة صناعية تقع جنوبي الصين قرب هونغ كونغ. يبذل عمال إغاثة جهودا لانتشال ناجين محتملين، وقال شهود إن كتلة ضخمة من التراب والوحل اجتاحت المجمع الصناعي في المدينة التي تضم أكثر من 10 ملايين شخص وطمرت منازل ومصانع. أفادت وسائل إعلام رسمية بأن سبب الكارثة هو خطأ بشري راكم جبل من الأتربة بارتفاع 100 متر من مخلفات أعمال بناء قبل أن تجرفه مياه الأمطار. وهذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد قليل. بعد قرار إيقافه 8 سنوات، بلاتر يتحدى لجنة الأخلاق بالفيفا. أهلا بكم من جديد. قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه في مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ نجح في إلزام الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية خلال 5 سنوات، وذلك لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. جاء ذلك في الندوة التي عقدتها الوزارة لمناقشة الدور التفاوضي الذي لعبته مصر في المؤتمر بصفتها تتحمل مهمة التفاوض عن القارة الإفريقية فضلا عن رئاستها للمجموعة العربية. احنا بنفكر في التحديات بتاعت اللجنة القادمة مع ان عنا على ملفات بيئية ضخمة وعويصة، ولكن في نفس الوقت واحنا بنشتغل على كده عنا على المستقبل، وبالتالي التغيرات المناخية هي من المشاكل التي تواجهنا الآن وسوف تزداد حدتها وضرورتها في المستقبل، وهتتطلب ذلك تدخل والتزامات من جميع دول العالم. ده اللي كنا بنتفق عليه. لا شك وبداية ان احنا محتاجين الى حملة اعلامية لزيادة الوعي بما هي التغيرات المناخية وما هي انعكاساتها على الدول النامية والدول الافريقية وما هي انعكاساتها على مصر. الاتفاق دوت شامل لدول العالم كلها، والميزة فيه ان هو بيتم تقديم خطط للتخفيف او الحد من الانبعاثات طبقا لظروف كل دولة طبقا لظروفها الوطنية. يعني مش هيتم فرض الالتزامات بطريقة تبقى مش في صالح البلد او بطريقة ما نقدرش ننفذها. ده اهم نقطة خرجنا بيها من الاتفاق دي، ان هو يبقى جهود التخفيف طبقا لظروفنا الوطنية. النقطة التانية المهمة قوي ان اي جهود تخفيف هنعملها او اي جهود حد من الانبعاثات هيتم تمويلها من الدول المتقدمة، ودي كانت يعني نقطة خلاف كبيرة خلال المفاوضات، والحمد لله نجحنا ان احنا الدول النامية نجحت انها تحقق الهدف دوت. في نقطة تانية مهمة في مجال الشفافية او اعداد التقارير الوطنية فيما يخص التغيرات المناخية، هيبقى في دلوقتي تقارير للتخفيف وتقارير للتكيف كمان، ويتم تقديم دعم فني ومادي من الدول المتقدمة للدول النامية في هذا المجال. ونتحول إلى أسيوط، حيث لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب 4 مواطنين في حادث انهيار عقار بشارع سعد زغلول بدائرة قسم شرطة أول أسيوط. تمكنت قوات الإنقاذ بمساعدة الأهالي من إنقاذ ابنة صاحبة المنزل من بين الأنقاض. وأشارت التحريات الأولية إلى أن أهالي المنطقة تقدموا بشكاوى من قدم المنزل، وسبق وأن صدر له قرار بالإزالة ولم ينفذ حتى الآن. أما في الأخبار الاقتصادية، فقد تبين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة نحو 400 مليون جنيه ليصل إلى 422.7 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 605.3 مليون جنيه. أعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر عن الاتفاق مع صناديق المالية العربية 6 على تقديم قروض ميسرة بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء خلال العام الأول في مختلف المجالات. أوضحت نصر خلال زيارة رسمية للكويت أن المشروعات تشمل الصرف الصحي والطرق والمستشفيات والمدارس والإسكان ومشروعات زراعية لإحداث تنمية شاملة ولتحسين مستوى المعيشة للأسر المقيمة في سيناء. تستكمل الوزيرة جولتها الخليجية اليوم بزيارة للإمارات، والتي تبحث خلالها سبل دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
أما في الأخبار الرياضية فقد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم استكمال بطولة الدوري الممتاز في كرة القدم، وذلك اعتراضا على القرارات التحكيمية خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش والتي خسرها بنتيجة 3-2. احتسب محمود البنا حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش ضربتي جزاء لصالح الفريق الطلائع، كما طرد علي جبر مدافع الزمالك بالإضافة إلى طرد عبد العزيز توفيق لاعب الطلائع. قال السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المستقيل إنه سيستأنف على قرار إيقاف 8 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي. وخلال مؤتمر صحفي اليوم نفى بلاتر ما تردد عن وجود فيفا، وأكد أن ما يحدث حاليا هي عدم حصول الولايات